N'importe quoi. ربي فما واحد جاني قال لي عندي غزالة من بلفيدير حبيبة هالي حبيت نسألكم خاطر أنا سمعت اللي فما عصابة حبيت نعرف خاطر خذيت نمروه قلت نشكي بيه وكذا فهمت احنا نبيعو مستحيل نبيعو في حاجة تاع الدولة هذه راي أملاك الدولة مالا شنو سرقينهم ولا كيفاش هو جاب هالك غزالة جاب هالي في كتكت باشي هاي شفت هاي بالله سامحني ما تتغسسها اسمه السيد حتى لقب اسمه معز يخدم في الحديقة ما نعرفش يخدم في الحديقة ولا سرقها ما قال لي راه عندي غزالة البيع أولا اللي عنا احنا هذا السيد اللي عنا هذا هو السيد ذا هو السيد ذا هو اللي عنده علاقة اللي هو اللي ضرب التمساح عنده علاقة باللي ضرب التمساح اي كيفاش علاقة ضرب التمساح وعنده علاقة فهمتك تفسر لي الحديقة قال لي انا راه عندي علاقة بالتمساح وهذا عندي غزالة البيع احنا خويا هذا سامح لي فيه ما عندناش على غزالة البيع السيد المعز هذا انا واحد بركه ماهوش حتى يقتل حيوانات في نقاتي ثاني حاجه دي املاك الدوله ما فهمناش بيع جمله واحده بالك شي سرقها انا حبيت نبلغ عليه قلت شفتها الغزاله شفتها عندها قرون كي نعرف الغزاله عندها قرون فين التليفون نتاعو والسيد هذا هم عندي انا قدامي انا شنبلغ عليه راه السيد هذا خاطر انا سمعت اللي فما شكون يسرق في الحيوانات ماناش احنا اولا سرقه صاب الحيوانات يسرق الحيوانات خاطر هي محميه وفيها ديك النراء اولا ثاني حاجه حكايه التمساح مشيت خاطر جات ضربه من المواطن الله اعلم هالمواطن شكون هذا من ضربه المواطن هذا انا سمعت هو بيدو اللي قتل شكري انت يا زهري في مخك وتتزعبل قتل شكري يا مدام هذا هو تو السؤال شكون قتل التمساح كيف قتلت التمساح؟ ربي ها ما عند ربي سكتة قلبية من يا ودي ضربت واحد مواطن الله أعلم في السلع ضربه مواطن الله أعلم فشكون هالمواطن مدام عديلي المدير يا عايشة كان نبلغ على حالة سرقة وانت تقول لي تمساح ما عنديش احنا حالة سرقة هنا توا عندي غزالة من بلفيدير بالطابع متاع بلفيدير قدامي الغزالة ايه خلاها بحذر توا نجي نشوف وين انت توا؟ الو عسلامة انا سلسلت المكالمة نتاعك تاع عديل عارفي يدور ايه يدور باهي يا مدام يظهر لي ما فهمتنيش انت تفضل انا راني حبيت نبلغ تبلغ على غزاله انا سالت المدير معناتها السيرفايون قال لي ما فماش سرقه تاع غزاله باهي مدام انا راني معناتها الحقيقه حبيت نحكي لك وانت ما حبيتش تفهمني راه بيني وبينك انا ضميري انب فيا على شنو كيفاش نقول لك ما نعرفش كيفاش نجم نسوي وضعيتي خاطر انا فقت بروحي روشيرشي انا اللي قتلت التمساح ايه يتكلم مدام ما تسجلنيش عاد لا انا مش سجلت كيفاش نجم نعمل انا باش نكفر عن ذنبي كملت انت وحديتك هيك قلقت عليا يا مدام حبيت نقول لك انا كيفاش نجم نعمل انا الحكايه انا اللي قدرت التمساح مش بالعاني راه انا ضربته مش بالعاني شوف نبدل معاك اللغه راه من الاخره مدام نبدل معاك اللغه راه ماكش حق انا طالع الدم لطف عليك مدام والله انا تو انا جيت باش نقوم بالواجب معناتها كملت انت وحديتك نبدل اللغه راني معاك باهي المره الاخرى نقولها لك باهي هاني كملت حد بالعربي شنو مدام ما تريش عملنا لك العفية راي تاس تليفون تا اللي دارة وتوصير عصاب معنا ما نخدموه ليه ليه يودي كان مريض ربي يشفي مدام وكانك أخوي مهبول سنة عطا منوبة ليه وكانك أخوي صار ربي يشفيك ما فهمتنيش ما فهمتنيش ما فهمتنيش احنا بيتك التمساح مش التمساح اللي ميت انا تمساح يا مدام يا ولدي تليفون انت عارفك يقول لي شاد تليفون ساعه ايش نقول له هاني كنت معاه عارفك انا تو وحكيت له الحكايه اللي انت ما حبيتش تفهمها يا مدام هي الحكايه فما معز وسرق الواحد مع الناس تاع ورا السرقه وثاني حاجه من التمساح قلنا لك ضربت مواطن الله يهديه فاتح كت يا اخي ما انا في البلاد كانت تماسه في الخبز ما فماش تحكي لي على التمساح مدام عندي خبزه نحب نبدلها بقول فساد عندي خبزه بدنا قاعدين انا مش نبدلها المقرونه مدام امير الدريدي معاك مره ولا واحد مدام امير الدريدي زي معاك حصلت معنا في برنامج ترانكيل على راديو ميد انت على المباشر توا يا مدام